أسعد الله أوقاتكم تلاميذي الأعزاء. ما زلنا في إطار التحدث عن المدرسة. لدينا اليوم درس قراءة بعنوان صفنا نظيف. مدرستنا منبع العلم، نتلقى فيها التربية الحسنة والتعليم الراقي، لذا علينا الاهتمام بها والمساهمة في نظافتها. يقع صفنا بجوار غرفة المعلمين، نقوم بتنظيفه دوما ولا نرمي الأوساخ بين المقاعد، بل نضعها في مكان مخصص في سلة المهملات في الزاوية خلف الباب. في كل يوم اثنان من زملائنا مسؤولان عن نظافة الصف وترتيبه، ولذلك صفنا مثال النظافة والجمال في المدرسة. في صفنا أثاث مدرسي جميل، الطاولة والكرسي والسبورة وبعض وسائل الإضاءة، وهناك مصورات ولوحات موزعة على جدران الصف بشكل جميل وجذاب. إذن كنا بإطار التحدث عن صفنا والنظافة وما تحويه هذا الصف من الكراسي والمقاعد وأثاث آخر. الفكرة العامة للنص هي وصف عام للصف، أما الأفكار الرئيسية فالمقطع الأول تحديد مهمة النظافة في الصف، المقطع الثاني تحديد أثاث المدرسة. ننتقل الآن إلى التدريبات. السؤال الأول يقول: أين يقع الصف؟ يقع الصف بجوار غرفة المعلمين كما مر معنا في المقطع الأول. السؤال الثاني يقول: من المسؤول عن نظافة الصف وأين تضع النفايات والأوراق؟ إذا نقول توضع في سلة المهملات في الزاوية خلف الباب. السؤال الثالث يقول: ما الأثاث الذي نشاهده في الصف؟ إذا الطاولة والكرسي والسبورة. السؤال الرابع يقول: اذكر أنواعا أخرى للأثاث في الصف. إذا لدينا الباب ولدينا الشبابيك. ننتقل الآن إلى اللغة والتراكيب. يقول السؤال الأول: أصل بين الكلمة وما يناسبها من الطرف الثاني. لدينا كلمة الصف، وكلمة سلة المهملات، وكلمة اللوحة. يناسب الصف، إذن جمال الألوان أم التلاميذ أم النظافة؟ يناسبها التلاميذ. الصف التلاميذ. سلة المهملات، جمال الألوان أم النظافة؟ يناسبها النظافة. وبقيت لدينا اللوحة، يناسب اللوحة إذن جمال الألوان. السؤال الثاني يقول: اقرأ وانتبه إلى حركة الاسم بعد الحرف الملون. نقرأ الآن الجمل.
يقع صفنا بجوار غرفة المعلمين. الحرف الملون هو حرف الباء حرف جر، يأتي بعدها اسم مجرور. إذن الكسرة، الحرف هو يجر الحرف بالكسرة. الجملة الثانية: اثنان من زملائنا مسؤولان عن نظافة الصف. كلمة نظافة إذن أيضا مجرورة وعلامة جرها الكسرة. هناك لوحات موزعة على، كلمة حرف على بعد تأتي كلمة جدران، إذن مجرورة أيضا بالكسرة. السؤال الذي يليه يقول: اختر الإجابة الصحيحة، وضع إشارة صح. معنى كلمة وادي منبع، ليست الوادي وليست القمة، إنما هي المصدر. معنى كلمة جوار، تحت قربة ووسط. معنى كلمة جوار إذن ليست تحت وليست وسط، إنما هي قرب. السؤال الرابع يقول: اقرأ الجملتين الآتيتين وانتبه إلى آخر الكلمات الملونة. صفنا مثال النظافة والجمال. إذن ننتبه الآن: صفنا مثال النظافة والجمال. إذن الكسرة. الجملة الثانية: هناك مصورات ولوحات إذن آخرها التنوين. ننتقل الآن إلى التطبيقات. أولاً أحلل الجمل الآتية وفق النموذج التالي. أولاً نتعلم أولاً أن الكلمة تقسم إلى حرف، اسم، و
فعل. إذن وجد، كلمة وجد هي فعل أم اسم أم حرف؟ هي فعل. في حرف. الحوض اسم، أما كلمة دينار أيضا اسم. السؤال الثاني يقول: أضع تنوين الرفع على الأحرف الملونة في الجملة الأولى، وتنوين الفتح على الجملة الثانية، وتنوين الكسر على الجملة الثالثة. يقول السؤال الثاني: أضع تنوين على الأحرف الملونة من الجملة الأولى، وتنوين الفتح على الأحرف الملونة من الجملة الثانية، وتنوين الكسر على الجملة الثانية. إذن مدرستنا نظيفة جميلة، تنوين الرفع. الجملة الثانية: كان صفنا رائعا، تنوين النصب. تبدو جدران الصف بشكل جميل، بشكل جذاب. إذن تنوين الكسر. نتعلم من الدرس أن تنوين الضم في حالة الرفع، تنوين الفتح في حالة النصب، وتنوين الكسر في حالة الجر. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وشكرا جزيلا.